بكم شيخ. عطنا كلمة. رانا سيارة هنا في المدينة اللي هنايا وقاموا بنا بالاستضافة ونشكر السلطة المحلية تاع وليد غيزان والتنظيم راه ما شاء الله والملاكمة تبارك الله ونتمنوا حاجة الملاكمة يعاونوها الريف الانقراض هذا اللي نقول له ويعاونوا جهة الملاكمة باش ناسها بداو يشوروا بداو يحبسوا لا ميزانية لا ماتريال والو ان شاء الله باش يعاونوا ان شاء الله نقدم حاجة الشبيبة منهم إلياس هذا رشيد أو إلياس هذا الله يبارك فيك شكرا شيخ بارك الله فيك الله يبارك فيك إن شاء الله عمر فيك صح